تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي. ودعوني أتحدث بصراحة وأسأل، أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف توفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعاية للتنظيمات الإرهابية؟ أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة وممولة تمويلا واسعا لتفكيك مؤسسات دولنا وإغراق المنطقة في فراغ مدمر، وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف شعوبنا في صراعات طائفية وعرقية. إن مصر كانت رائدة دائما في السلام والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات، وسيبقى الشعب المصري دائما سباقا في مجال التعاون والتواصل لجميع الأصدقاء والشركاء في المنطقة والعالم بأسره.